غيره. عشان كده احنا هنتكلم على محمد، يعني هنتكلم على برضو الامير محمد بن سليمان، بس هرجع لكم تاني. جابت عز الشوح. استاذ احمد عطا معايا؟ استاذ احمد عطا، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم، سعادتك. اهلا بيك. احنا بنتكلم على الجبهه الاخرى اللي بتتعمل في طبعا الولايات المتحده الامريكيه، حكومه بشكل حكومه، وشغل الشغل بتاعهم الخايب البايخ. تمام. اتفضل. تمام. بدايه قبل تكوين اي جبهات سواء في لندن او في امريكا، خليني اقول لك ان تنظيم الدولي لجماعه الاخوان اسس منذ نهايه القرن الماضي في ولايه فلوريدا مركز الدراسات الاسلاميه. يترأس هذا المركز عبد الواحد محمد علي، ده احد المتهم الثالث في قضيه سلسبيل التي اتهم فيها خيرت شاطر في تسعينات القرن الماضي، وهي القضيه الاشهر في تاريخ التنظيم. عبد الواحد محمد علي ترأس مركز الدراسات الاسلاميه بدعم كامل من الامن القومي الامريكي، وهو اول مصري كان مسؤول المكتب الاداري عن محافظه سوهاج، واحد القيادات الهامه في منطقه الصعيد، وهو خريج علوم. خليني اقول لك ان هناك نقطه ارتكاز سياسيه ليس بهدف اقامه حكومات موازيه او برلمان موازي كما تم تاسيسه من القيادات الهاربه في اسطنبول، سواء محمود حسين او المجموعه او جمال حشمت او غيرهم من القيادات الهاربه، ولكن خلينا نقف امام مجموعات الدعم اللي هي مكتب العداله او مكتب العداله القانونيه في نيويورك، وتاسيس مكتب اخر داير اسمه محمود علي، وكان احد القيادات التي اتجهت لاقامه مجموعه من المقابلات في المكاتب الخارجيه في البيت الابيض. هناك مكاتب الدعم اتبع لها التنظيم الدولي للتواصل مع الحكومات المختلفه لعرض وجهه نظر التنظيم واستهداف مصر، سواء اعتمادا على ملف حقوق الانسان او غيرها من الملفات التي يحاول التنظيم الدولي اهام المجتمع الدولي وحكومات في داخل الولايات المتحده الامريكيه او منطقه اليورو بان هناك انتهاكات او عرض وجهات نظر غير حقيقيه. هذه هي مكاتب الدعم التي اعتمد عليها التنظيم. فالتنظيم يتحرك الان سياسيا بهدف مواصله استهداف مصر على المستوى الدولي وعرض وجهات نظر مخالفه للحقيقه، اعتمادا على المنصات الاعلاميه التي تمول بشكل او باخر. انتبه لاقامه مكاتب العداله القانونيه سواء في لندن او في نيويورك بتمويلات ضخمه جدا. فسواء كان هناك برلمان موازي بعد ثوره 30/6 او تشكيل حكومه موازيه في الولايات المتحده الامريكيه، هذه هي مكاتب الدعم التي يستعد التنظيم الدولي للتحرك من خلالها في هذه المرحله. اشكرك استاذ احمد عطا، الباحث في شؤون الحركات المسلحه، شكرا جزيلا لك. هنخش بقى نتكلم على قناه الشرق. فاكرين عزه الحناوي اللي كانت وهي في مصر في مازبيرو، وما زال حتى الان مازبيرو، خلي بالكم حتى الان